تخيل يجي صدق واحد يمشي كذا والله يا بخرشني. ايه يرحم امك لا تخرشني. رمضان يا حبيب رمضان. السلام عليكم، اليوم جبتكم مقطع جديد. اليوم جاب لكم مقطع، اليوم عيد حوم. يا هلا دحوم. هلا والله. النظرة تخوف. العاب ما باليوم انقذ القرية الجزء الاول، هذا حساب الشخص اللي مسويه اسمه ما ادري مين. عندك 5 محاولات للعيش، والمرة السادسة بتموت وما راح ترجع للحياة الا اذا كان معك واحد. يعني كل واحد له 5 حيوات هي تجي. ما راح ترجع للحياة الا اذا كان معك واحد، اذا كان معك واحد بتطيح نوك وهو يساعدك وما راح تموت. اوكي، ما بتسع شخصين فقط لا اكثر، يعني فوق الشخصية لا احد يجرب. شر نفسك الاماكن الغبية واللي ما تقدر تطلع منها، مثل خلف دولاب كبير والى اخره. سالفة انك تسوي تحريات تروح ورا الدولاب وعشان تدور زر ولا شيء ما تلاقي. هذه الاعدادات عرض الشاشة، طاف الخريطة مصغرة وموجز التصفية، صوت وجعله 70. انا الصوت عندي عالي اصلا في السماعة، ف انا عالي. سالفة انه نخليه 70 مرة تو ماتش، بخليه 25. اوكي، فبسم الله خلونا نبدا في الماب. طيب حلو، من هنا بسم الله الرحمن الرحيم. رشنا بس مو كذا. اللهم سكن مساكن. عشان زي كذا نرفع الصوت. اتصل من ابي. اتصال من ابي. اتصال من ابي. ترد. الاب استمع الي جيدا يا بني. طيب. اذا نسمع. انا على وشك الوصول الى المنزل واريد منك ان تفعل شيئا. ما هو هذا الشيء؟ ابشر. ما هو هذا الشيء يا ابي؟ الذي تريده يا ابي. والله. من جد هذا اللي قلناه احنا. طيب. السالفة بتطول شكلها. يوجد في بيت جارنا دواء يخصني، أريدك أن تأتي به للمنزل، ولكن هذا تخوف. الجار ليس موجود في المنزل، لقد ترك لي مفتاح بيته ووضعته في السطح. أوكي، أذهب وأتي به من فضلك. أبشر. بس كيف نلقى السطح؟ أدخل الباب ورقة فوق. إيه. أوه باركور الوضع. حلو. أنا على بالي إنه من جوا. طيب. أوكي هذا هو. طيب. هو المفروض إن. خلاص. يلا مشينا بيت جار عشان. وين بيت جار؟ أوه هذا هو. حلو. دقيقة. أكمل مع الأبو. لا طيب سكر. ها كفو الفوجي. والله تصميم حلو يا أخي. يا بسيط. شوف اللي فوق مرة. طيب الحين هذا اللي رسمنا فيه. لا ما في شيء. كان يبغى الدواء في الغرفة غالبا. ما في شيء. هذا هنا. وينه؟ أو وراه الباب. برمى. حلو، خذينا. الحين نرجع. ونرجع الحين عشان ننتظر أبونا يوصل. يلا يا أبونا متى توصل؟ هيا بنا الى تخيل يجي صدق واحد يمشي كذا. والله يا بخرشني. ايه يرحم امك لا تخرشني. طلع البيت. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يخرش العدو. هناك اتصال من ابوك. خلاص حط اتصال بس مو كذا. الله يلعن الشيطان. احذر يا ابي، هنالك هجوم قادم نحو القريه من جهه الطريق السريع. ارحم امك. طيب ما في سيوف. ما في شيء يا ابي. ما في شيء ينطق فيه. ارحم امك يا ابي. يوجد لدي سلاح وضعته في الكراج، خذ واحمي القرية من الأعداء. هلا بوي. وشو؟ بستل. متى طلع؟ توه هنا. عطني اياه. أنت معك؟ لا. أكمل معك أنت. أوكي طلع واحد ثاني خلاص. وين الأعداء؟ أتوقع بيرسلون أكثر من واحد. يقوم الطريق سريع. يلا مشينا. يلا طريق سريع ثاني. أوه ديم. والله تصميم حلو والله. بسم الله. دفاع عن القرية. طلع الصوت مرة عالي. توه أحميك يا أخي. قرب من فصحى. متحمس مرة. اوه قاعد يجون كل شوي. دو بنمشي ولا؟ انا المفروض نعدي يعني ولا؟ والله ما نمشي يطلعون شكلهم. اتوقع نمشي عشان نمشي الطريق لابونا. بسم الله. خط الطريق لك يا ابي، نجلد الزومبيز جيدا مبرحا. الاحياء الموتى. ذا ووكينج ديد. هذا اسمه يموت. بننظف الطريق سريع احنا كلنا. يا ساتر. اوه شوف هنا في شيء. حبيبي الدرعمة. طلع. حلو. هيا بنا الحين ابلغ عليهم. الو شرطه. الحين بقلب سيناريو. ابلغ الزوم يلا. حلو. سابح ثاني زر يا اخي. اوكي. باركور الوضع هنا. انا تظن انهم سوف يزبنونا. اوه في نزله هنا. اما. اوه السجن هنا. هذا هو جنب التلفزيون. هذا. اللي. شغلته. مكتب تشغيل. اوكي. الحين نرجع المكان الاول عشان نفتح الباب وبعدين خلاص ننقل القريه كذا ولا ايش؟ اوكي الحمد لله توقعت ان حشرنا. توقعت بعد. حلو. اوه هنا الله يجب عليك الذهاب مع آلة تنقل لتخرج من القرية وتحاول تواجه الدخلاء. لا تقلق لقد هربنا بالهليكوبتر، نحن نراقبك الآن بالكاميرات، لم نستطع انتظارك لأن الدخلاء هاجمونا وحاول البقاء على قيد الحياة حتى نحن سنساعدك. اوكي يقول لتفعيل آلة التنقل يجب عليك تفعيل رادارات من الأصغر إلى الأكبر. اوه رادارات. شوف في فوق واحد رادار وفي فوق كل واحدة الميح. هذا أصغر رادار. شوفون هذا هنا. من هنا. حلو. يب في زر تحته.
اوكي تشغيل، هذا اول واحد. واحد من تسعة من هنا اتوقع، الثاني اتوقع ذولي. انا بشغل ثانية. اوه عندك شغلة. اثنين. هذا مو مشغل. هذا عندك تشغلهم الحين. شغل. شو 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 وينه؟ شوف 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 زر حق اخضر. اوه هذا الردا. كيف نرقى طيب؟ وباركور كذا لليمين، بعدين كذا، بعدين كذا. الثاني جنبك اربعة. يب هذا هذا شغلته. خمسة اربعة. الحين شغل ستة. عندي بعد عندي عندي الحين سبعة عندي، ثمانية عندي، وتسعة عندك. تسعة عندي. حلو خلصنا. خلاص الحين فعل فعل فعل. شوف في شيء بنفسجي بس ما فيها اي شيء. ادخل داخله. ما طلعت لي في شيء بنفسجي هنا من السما نازل. اوه ياب في شيء. اتوقع اصبر كل هذا يراقبوننا فيه. هذا اتوقع اللي يراقبوننا فيه، بس بنفس الوقت قاعدين ينزلوا. هذا هو اوكي. ها الو والله القصه متعب عليها والفكره والاشياء اللي قاعد تسويها. والله رهيب والله. اي التفعيل تبغى وقت. الله يخرج عليك. حلو والله. شفت كيف طلعت؟ يب يب اعطتك كذا صاعقه. من قصه هنا استمع لي جيدا. نقلناك فوق جبل مرتفع ومقر الدخلاء بالاسفل بالقرب من الجبل. نقلناك بعيدا عنهم لكي تسلل الى مقرهم وتهزم قائدهم. عليك لعبتي ايزي. ابعتنا حبيبي. قل لي ينزل لي 1 في 1. هزمت قائدهم سوف يتحلل ويتحلل معه الدخلاء، فلذلك سنركز على القائد. لكن انتبه ان حسوا بك الدخلاء سيبدون بهجوم عليك. تموت رجاء انت املنا. حاول ان تنزل برفق دون ان تنزلق لكي لا تموت. سوف تتاثر من سقوط المرتفع. اها. زين. اسم مرحله على قمه الجبل. عندنا أسلحة نحاربهم بكاكس يعني؟ والله شوف يعني. أوكي. أم الزيك. لا 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 لا. أرأس. لا لا لا. لا تموت يا أخي. ليش ليش زحلقني ليه؟ لقد وصلت إلى آخر شيء يا أخي. من وين دخلت؟ أوه من هنا. تعال تعال هنا هنا تشوفني. أوه الزبنة. أوكي. حاطين لك نفق بعد. حركات. والله دايم. أوكي. والله الماب مره متعب عليه. هنا حاط لك سهم انك ترقى باركور. مشر لك على فوق. ديم هنا بعدين هنا بعدين على الشجر بعدين. والله العظيم الماب او الفكره رهيبه، وهذا جزء اول بس يعني باقي جزء ثاني. لا 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 ما طيب. لا سيدك. لا اوكي اخي الشجر انا يا الشجر. انت بس بلطيه. انا وصلت سبع مرات. متاهه جبليه. متاهه جبليه. اللي بطال هذا الشيء عايز عليك ابطال كهرباء من المختبر. انت روح هنا. انا بروح هنا. انا بروح من عندي. اتوقع من عندك المكان. تلميح سيفتح هذا الشيء اذا هو من عندك شكله. اح وش ذا المسار؟ جايك جايك انا. امسك يمين في يمين. الزبده. هذه انا قاعد اغش ولا هذا الطريق من جد؟ اتوقع انه هو الطريق. ما حط يبي هذا المختبر. دقيقه. والله يا اخي متعوب علي قسم بالله. ابحث عن شيء من ممكن يساعدك في فتح الباب. تتوقع هنا؟ جايبنا هنا عشان ايش طيب يعني؟ اوه مين فتح هذا الشعاع؟ اذا جت المختبر فتح الشعاع. حلو بالضبط يسار. هذا هو الزر. حلو لقد فتح المختبر. يس فتح المختبر. يا ليل الحين نروح نلف لفه ثانيه. اهم شيء الفكره. ولو حط سبيد بس خلاص. بوينت اخيرا. هذا المختبر. طيب في مكتوب شيء احمر. استكشف ابحث في المختبر لفتحه. هذا الشيء. اوكي هذا زر تشغيل. واحد من سته. اضغطه. هذا زر. اوكي هنا واحد تشغيل. ثلاثة من ستة. حلو يلا باقي ثلاثة دحوم. هذا جهاز ما شفنا اذا فيه ولا لا. هذا فيه هنا الحين في الشاشة. هنا كان فيه الشاشة الحين. انا شلون ما شفته؟ خمسة باقي واحد. المكان حقي خلاص. هذا هنا خيرا يا رجل. هل. تكشف وابحث المختبر. تسلل عبر ممرات الهواء وابحث عن غرفة الكهرباء لتطفو الشعاع. سلل وخر شوي. كاكس كبير. والله حسيت اني بريزن بريك. والله جامد ترى. اوكي والله اسمع هذا الشيء الحين. وهذا زر. خطوات والله. تم تعطيني المروحة. الحين نرجع زي مكان الأول. أي مروحة؟ أي مروحة دقيقة. حقت البداية. الحين فتحنا البوابة. لا من زمان ما طلع. أنا عندي مروحة هنا بعد. يجب عليك تعطيل هذه المروحة. نكمل البور. نبحث عن الزر. عطلناها خلصنا. عطلناها فهمت؟ حلو. اسمع الأجهزة. تعطي الشيء. نصات. زيادة قوة الدفع. أوه يطيرنا فوق الحين. طفيته وزدت المروحة. يب. دقيقة. حلو الحين نرجع زي ما كنا. نرجع حلو اخيرا. طيب شو اللي بعد الحين؟ خلاص خلصنا. ايش معنى الحين ليكون اللي ورا من البدايه هذاك اللي يقصده يمكننا هذا. والله شكله اللي ورا ماب تلعب تنحف من الاخر. طاحت الشاي جريت يطل... اوكي نطفين الكهرب صح. اوكي تكفى ننزل مره ثانيه. اوه حلو حلو بعدين نتعلم من هنا. اوه حمم بركانيه اسمه. حمم بركانيه والله تصميمه رهيب يا اخي. مع انه عادي لكن رهيب. باركور عادي. اوكي صح. كيف اللذعه معك؟ الحمد لله ما دمجت. حلو كيف اللذعه معك؟
تصير ام الماركات. اوكي هنا هنا يا ساتر والله اني خوف يا عيال. الحمم والله يا انا من جد تخوف. سلوم هيزدي من فوق ما قلت لي ما شفت اللي هناك. نزلات هو قايل لك من البدايه نزلات. يا اخي يا اخي يا اخي مقلبي. خذ حب واحده عشان ما تخلص. اذا خلصت انت خسرت. اوه بسم الله. دقيقه سلوم انت لا تركض. اركض اركض اركض. لا يا ساتر وش ذا. تخلص هسه والله ما داعي تخلص علي وانا في الهواء. يا رب نحط ثانية. انا اخذت حبة ثانية. انتظر حتى ينتهي المفعول. اوكي خلص المفعول خلص. سلوم دي جي. لا تكفى يمديك يمديك روح على البلوك. اوووه ايش يطول معك انا بسرعة. ايش العناد ذا. انا ما وقفت الا مرة واحدة ترى. لا للغش. لا للغش. لا ينتهي المفعول. دحوم وشو؟ وداني ورا برا. ها؟ وداني الباركور. حمام البركانية الأول. ليه؟ عشان رحت لم الهواية. ليش تغش؟ ما غشيت. على بالي انه بدفني فوق. حلو حلو. الحين نرقى رقعة عادية. يا ساتر كل ذا عشان نرقى فوق. استمش استمش. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. يا ليل مطولك. بس انه قريب يا ليل. بيوديك الرفت صح؟ امشي ماشي عليها لا تنقز. لا تكفى. لا بينقزك فوق مرة. ولا؟ بسم الله. لا يرحم امك والله مو وقتك تمزح معنا كذا والله. يا ساتر. والله ابد ما تمزح معنا كذا. ما رايح انت. يرحم امك لا تمزح. فكرة رهيبة وكل شيء بس هذا البارت هذا ممل بشكل ما تصورونه. لا لا للغش. سوي لهذا. اقفز الطر لا لا. الحمد لله قفزنا. ما في شيء هنا تمام كلام احمر هناك. مش صار على ابونا جاء ولا جاء ما ادري. احنا الان بقمه الجبل ودخلها بالجهه السفليه من هذا الطريق. تسلل لهم ولا تزام يرونك كلا يهجموا عليك. واللي اخيرا تشيك بوينت. اخيرا تشيك بوينت والله اخيرا. والله سبيد بيختصر معه مره. سلل خفي. سلل خفي. مقر الدخلات ووخ الحذر. مقر مليء بكاميرات المراقبه. اذا رأيت كاميرا واحده سوف يكتشفون امرك على الفور. سيبدون بالهجوم عليك. اجت كاميرا هنا اختبئ خلف هذا يا شركه لا تراك. اذا رأيتك سوف ترسل عليك عام من الممكن ان يقتلك. اذا رأيتك اركض باقصى سرعه للخلف لكي لا يقتلك شاع. زنق وانت رايح عشان ما تشوف بسرعه. خربها اخر شيء. اعطاها تدنك كذا. وين الكاميرا طيب؟ اي اشوفه فوق. ارجع 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 سلم ارجع. لقد رعدتك الله ياخذك. خذيت تشيك بوينت. انا بموت والله. انا اخذت تشيك بوينت. لقد رعدتك والله. رعدتك لحالك. ابو التشيك بوينت وين هي؟ بموت انا. ارجع لورا فهمت. اذا شافتك الكاميرا شوف شوف. ما اخذت تشيك بوينت؟ اخذت ما ادري انت مشيت عليها انا مشيت. ارجع ورا ارجع ورا. اركض 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 لورا. ارجع عشان تدمج يا رجال. امشي 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 امشي. تتواجه بعض المصاعب في طريقك. هنا تشيك بوينت. لقيت انت بتموت ترى. هذا هذه ما فهمتها انا. كاميرا لازم ما تشوفك. بس كيف ما تشوفك طيب؟ امشي ورا السياره. بعد السياره الشجر. اتوقع اي اتوقع هذا تمشي لها بالعكس. تعطيها ظهرك فهمت؟ لا لا مستحيل. الا تعطيها ظهرك. لقد رأتك الله يقطع ام الضيقه. امشي 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 امشي. الو مديك مديك. خليك 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 خليك. اوكي لا لا تخيل انطلق تحت. ليه هنا تموت. وشو هنا عادي اموت. اللي بعده او بيرديك على طول. لا لا في في خلات تشيك بوينت انت ولا اي بس خمس حيوات قصدك. عادي عادي خمس حيوات. ايزي ايزي رجال. الحين تمتير باركور بعده. حاول تمشي بالمنتصف. اوكي هذه فيها زحلقه. لبيه لبيه. ام عاد ترى ما يكمل لين هناك بعدين بوقف. اوكي وقف. كيف هنا هنا يوقفك. شفت مكاني يوقفك. والله بتطيح يا ساتر. تكفى اروح ورا اخيرا. انت ما هذا ما هذا والله من جد ما هذا. والله والله طولنا. يبدو انه مختبر شيء من هذا القبيل. اوكي هذا المختبر حقهم ترى. احنا قاعدين نتسلل من ورا الحين. يا له من حفره سوف انزل واكتشف ما الذي يوجد بالاسفل. ماذا ارى؟ يا له انت غبي لماذا تستكشف اي شيء؟ قاعد دخل. ها ها ها. أوه. وش حشرنا؟ تكفى. والله حشرنا. هل تظن انك تتجسس بهذا السؤال يا المغفل؟ انت المغفل لا تسب. اخرجني من هنا. وانا اللي بخرجك. ماذا تريد الخروج؟ ماذا تريد الخروج؟ حلو حلو يا روقان. لماذا كنت تفلت بهذا السؤال على فعلتك؟ اذا كنت تريد الخروج من هنا فعليك مواجهتي اولا. انزل لي.
انزل لي وما بيهن. انزل لي. فلايك لا لا تواجهني بهذا السهولة. طيب وتواجهني ولا ما واجهك؟ انت بتيجي ولا ما انت بجاي؟ علمني. اوكي خلف هذا الباب يجوز الغاز وبعض الامور خفيفة. طيب افتحنا الباب يا طويل العمر السلام. اني استطعت تجاوزها كامل سوف افكر افكر. يعني بيكون بجزء ثاني. افكر. اعلم انك لا تستطيع فعلها يا جاهل. انت الجاهل. لا تسب. كان يسب. كان يغلط. اتسب اتسب افتح افتح. اه صار زر اخضر. تكملة الماب بالجزء الثاني باذن الله. الجزء الثاني. اوه فكرة حلوة يا اخي. فكرة حلوة انه طلع هنا لهذا الكلام. اتمنى انك استمتعت بالماب حلو. لا تنسى تضيفني وتقدر تقيمني على الماب بحسابي انستغرام. قدر تعب. والله تعب الماب. صح انه طول الماب مرة بس اكيد انه تعب وراه ساعات ساعات. كنت تمشي بحق مدري حساب انستغرام مدري مين. قناة اليوتيوب مدري مين. شكرا لك قيم على الماب وكل شيء. المهم بس هذا كان مقطع اليوم. ان شاء الله المقطع عجبكم يا ليت ما تنسون زر اللايك. واشتركوا في القناة اذا كنتم مشتركين وتبون تلعبوا الماب. رابط الديسكربشن وباذن الله هذا الماب بلعب قريب تكمله الماب بالجزء الثاني. لا تنسون الدعم. شكرا لكم جميعا وشكرا للمنتسبين وقناه دحم في الديسكربشن. نراكم على خير. سلام.